أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله.